السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة معانا رابع فيديو لقناتي كات اوف زون، تمام؟ وده أول فيديو أنا هسجله بصوتي، يعني ده أول فيديو اللي هسجله بصوتي، بس ده رابع فيديو للقناة. النهاردة يا جماعة معانا نتكلم عن لعبة جامدة جدا، هي لعبة مش جديدة قوي بس هي لعبة ممتازة وكانت عاملة ضجة جامدة جدا لما نزلت على البي سي أصلا في الأول، وبعد كده نزلت تاني على الأندرويد. احنا هنتكلم النهاردة عن لعبة الأندرويد، ماشي؟ أنا بدأت ايه ده نص القصة في القناة. ده اليوم العاشر زي ما انتم شايفين اهو فوق على الشمال، ماشي؟ للقصة بتاعتي معايا تلات شخصيات. في عندنا لسه مثلا بافل اهو، ده قدامنا اهو، ده اليوم العاشر بالنسبة لنا، ماشي؟ معانا بافل والولد ده ايه ده ميزته ان هو ايه فاست رانر، هو يعني سريع في الحركة، ماشي؟ بس هو زي ما انتم شايفين عنده مشاكل، اللي هو ايه عنده تعبان شوية، حزين، معرفش ماله، في ايه، ربنا يستر علينا. يلا معانا، بس ده اكتر واحد بعتمد عليه ان انا ايه بطلع بره بيه اغامر بيه. فدي الستوري بتاعته زي ما انتم شايفين، هو يعني اليوم العاشر بالنسبه لنا، ماشي؟ هنخش بعد كده على هو طبعا مجروح، مجروح يعني يعني ما اعرفش ربنا يستر عليه يعني. وده الشخصيه التانية هنخش عليه دلوقتي، اسمه برونو، ده باين عليه تايرد، يعني تعبان شويه، مميز ان هو يعني مدخن، تمام؟ هو ده مش ده يعني مش هستفيد بحاجه، يعني شخصيه مقرفه، يعني شخصيه نكديه عادي يا جماعة، البطارية بتخلص خلاص. حتى بص يا عامل ازاي، قاعد زي البلطة ده، هو اللي ماشي. هو الميزة الوحيدة اللي هو يعني طبخه كويس. هنيجي بعد كده البنت التالتة اسمها كاتيا، برضو كلهم تعبانين يعني يعني في قمة الحزن يعني. دي مميزاتها ان هي حاجة اسمها بارجن سكيلز، دي ميزة لو انت عايز تعمل تريد مع حد مثلا من يعني جوه جنبك مثلا، عايز مثلا يتاجر معاك في حاجة، ميزة ان هي تعرف تاخد الحاجة، ماشي؟ وتدي اللي قدامها حاجة بسيطة جدا وتاخد حاجة مفيدة جدا. فيلا نخش على الحاجة بتاعتنا، دي الحاجة بتاعتنا، نخش على ندوس على الصندوق ده، ماشي؟ هنجيب الحاجة بتاعتنا اللي هي حاجات البيت بتاعنا، يعني معانا حاجات كتيرة زي ما انتوا شايفين اهو، معانا أسلحة، أسلحة كويسة، ماشي؟ بس يلا بقى نعمل اند داي، نخش في اليوم اللي بعديه، يلا بينا. يس يلا هنا ايه كل شخصية، يعني احنا ممكن نختار مين يطلع بره مثلا، يعني يغامر او يجيب مثلا اكل ويجيب اسلحة ويطلع بره مثلا، ماشي؟ ومين يفضل نايم ومين ايه يحرس المكان. فاحنا هنخلي مثلا كاتي تحرس المكان، ماشي؟ زي ما احنا شايفين اهو الدرع التاني اهو، ممكن ينام في البيت، ممكن اللي يحرس المكان. فاحنا نخلي الاخت دي تنام، ماشي؟ ونخلي بروتا اللي اسمه برونو ده يحرس المكان اهو، ماشي؟ بالاصفر. وطبعا مين بقى اللي هيطلع اللي هو ايه احسن واحد فيهم، اسرع واحد فيهم، هو بافل. بس هندوس ده يا جماعه، شوف بقى المكان بعد كده، المرحله اللي بعد كده ايه بقى المكان اللي احنا هنروحه ونخطط ان احنا نروحه، وماشي؟ وايه الحاجات اللي احنا هناخدها معانا. يلا بينا يا جماعه، يلا نشوف الحاجه اللي هناخدها ايه. دي يا جماعه الخريطه اللي قدامنا، ماشي؟ الاماكن اللي احنا ممكن نطلع لها، ممكن نطلع يعني نغامر فيها، نشوف هنجيب منها ايه، ونجيب من مثلا من عندنا مثلا فندق اهو، ماشي؟ عندنا بيت مهجور، مدرسه مهدومة خالص، بيت صغير، حاجات الرمادي دي يا جماعة دي مقدرش نطلع فيها خالص زي ما انتوا شايفين اهو، في حرب هناك فمش هنقدر نطلع، هنتسلوح، ماشي؟ في عندنا كوايت هاوس، ده انا زرته قبل كده، شايفين 95% دي معناها ان خلاص طلعت المكان ده، خدت فيه كل حاجة، خدت منه كل حاجة تقريبا، يعني خدت كل ال يعني البرودكت او كل الحاجات اللي عندي كلها اللي انا اقدر اخدها خدتها منه. فاحنا عايزين نشوف مكان مرحناش قبل كده. ايه تاني نشوف؟ ايه نشوف الفندق، يلا بينا. يلا فندق زي ما انتم شايفين اهو، يعني الحاجات اللي برتقاني دي lots of food materials weapons، الحاجات دي الحاجات الموجوده في المكان ده، يعني في المكان الموجود ده احنا رايحينه، هنروح نشوف الحاجه اللي هنجيبها ايه. بس طبعا مش بكل سهوله، طبعا هنخش على المرحله اللي جايه نقول لكم ازاي يعني تقدر تخش مكان تقتحمه، وكل ازاي تاخد كل اللي فيه من غير ما تاذي حد. يعني الاذيه بتاثر على شخصيه يعني نفسيه الشخص اللي معاك، ماشي؟ بس ربنا يستر بقى ايه ما توجناش حاجه. بس هنعمل بريبير بعد كده، هنشوف بقى الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها واحنا طالعين هتفيدنا ازاي، يعني نشوف ايه اللي بعد كده بقى. فيلا بينا يا جماعه. عندنا مثلا ايه المنشار ده، ماشي؟ ده ممكن يساعدنا مثلا لو في سور مثلا نقدر نختار نقدر نقطعه، يعني ممكن يكون مدخل كويس لينا سجن او حاجه. دي البيك لوك، دي الحاجات اللي بتساعدنا في الاماكن المقفوله. معانا الجاروف ده يساعدنا في الحاجات اللي ممكن هنشيلها مثلا لو في مثلا في طوب كتير مثلا واقف قدامنا مش عارفين نعمل ايه، فاحنا لازم يكون معانا حاجه سريعه تشيلها عشان نقدر نعدي.
عندنا مثلا الأسلحة، المجوهرات، ناخد السلاح ده هيبقى يعني كويس جدا معانا. ناخد طبعا الرصاص اللي احنا عايزينه. بص يا جماعة، هنا احنا عندنا أسلحة، يعني مش كل الأسلحة هناخدها معانا محاطين. ليه؟ لأن الشخص اللي في بيت مثلا، البنت اللي قاعدة دي أو الولد اللي قاعد دول، ده ممكن حد يهجم عليه، فلازم في حاجة يقدر يدافع مع نفسه بيها. فاحنا خدنا الرشاش ده ومعاه 20 رصاصة. هناخد الدرع ده، ماشي. وفي برضو حاجة تانية، شايفين المجوهرات اللي فوق دي ممكن ناخدها، ممكن تنفعنا نيجي مثلا ايه، نيجي حد يتاجر معانا مثلا، يبدل معاه حاجة بحاجة. خدنا التلاتة اهو، كنا وصلنا السكينة كده. احنا يعني الشنطة بتاعت الولد فيها ايه، فيها 12 يعني مساحة 12 حاجة، فاحنا حطينا 7، فضل كام؟ فضل 5. الخمسة دول ممكن يساعدونا، هو ممكن يعني نلاقي حاجة كويسة ممكن ناخدها ونرجع تاني. بس يلا بينا يا جماعة، يلا نخش. ده الفندق زي ما انتوا شايفين اهو، طبعا المكان كله ضلمة ضلمة خالص، ماشي. طبعا مفيش حاجة، يعني انا اصلا يعني الفندق جوه مش هيظهر لي الا لما انا اخش، يعني كل ما انت تتحرك شوية كل ما ايه الناس اللي جوه يعني تعرف كيف، في كام واحد واقف جوه عايش في المكان ده، في كام ايه الحاجات اللي ممكن تاخدها، ماشي. فاحنا ايه اول حاجة هناخد، انا بره كده شوية كراكيب اهي، شوف هناخد ايه، حاجات بضاعة كده مش عايزينها. لا انا اصلا طالع، اصلا الطلعه دي يعني طالع، احنا طالع عشان ناخد اكل، الاكل عندنا خلاص بيفضي، فاحنا عايزين ناخد اكل. شايفين يا جماعه العين دي، احنا ممكن ندوس عليها نعرف مين، نص من العين السحريه من الاخر يعني، تحت عاد الباب نعرف مين موجود جوه، مش حد جوه، خش يلا. بس شايفين بقى يا جماعه النقطه الحمراء اللي فوق دي، ماشي، ده بيقول لك ان في حد، يعني في حد واقف هناك، في تحرك، في حد بيتحرك هناك هنا. لا مش عايزين الحاجات دي يا جماعه، عايزين اكل، عايزين اكل يا جماعه. في قطاية، في هنعمل ايه بالدبدوب ده؟ مش لازم بقى، مش لازم بقى، ماشي. في واحد اهو ناحية، اوبا 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 إيه 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 إيه. لا والله طلع راجل كويس والله، ده ابن حلال، قال لي لو عايز، لو عايز تبدل مع حد، ماشي، عايز تتاجر مع حد اطلع في الدور الاول. لا ما دخلت وحيد الدور ايه يا عم، في ايه؟ تعال نشوف الاخ ده عايز ايه. معاك ايه يا سيدي؟ وريني يلا. ها معاك سجاير؟ ايه ده، مش هينفعنا حاجة، احنا عايزين اكل يا جماعة. ادوية ايه بس؟ ادوية ايه بس؟ انا مش هينفع الكلام ده. سيبك يا ابني، سيبك، يلا غيره 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 غيره، يلا يا ابني اخلص، يلا اخلص اخلص. دلوقتي احنا نطلع بره نشوف، احنا عايزين بقى حاجة تانية، حاجة تفيدنا من الآخر بقى. احنا كده هنضطر ان احنا ايه، ندعبس في المكان ده، هو في المكان اللي هينفعنا في الآخر، ماشي. طبعا انا مش هقدر اعدي من الناحيه التانية، لو اتعديت ايه يعني، هو في تلاجة هناك اهي، لو عديت انا ايه ممكن يعني معايا السليمة، فبلاش بقى بلاش. احنا ممكن نعمل حركة صايعة قوي، احنا ممكن ننزل، ماشي، ونتسحب من ورا ونخش من ورا. والله مش عايز اقتل حد يا جماعة، والله عشان الولد نفسيته اصلا حزين وتعبان ومش طايق نفسه، نفسيته زي الزفت. احنا ايه، بلاش نقتل حد النهارده، ان ما كناش مضطرين يعني، ما نشوف برضه. انت ممكن تعمل حاجه كويسه عشان ما حدش ياخد باله منك، انت لو هتسحب مش عايز حد يشوفك خالص في المكان ده، انت ممكن بعد كل ما تفتح الباب ممكن تقفله عشان ما حدش يحس ان انت ايه دخلت. لا بلاش، يلا يا جماعه نطلع فوق، يلا شوف ايه اللي فوق. فممكن طبعا الوقت اللي فوق ده، شايفين يا جماعه الدوريه اللي فوق البرتقالي دي ابيض، دي ال يعني ده الوقت اللي انت مسموح لك تمشي فيه في يعني تتحرك فيه في المكان ده. الوقت ده لو خلص وانت مروحتش، تمام، انسى يا معلم كده خلاص، ما انت كده كل اللي انت عملته راح عليك، الاسلحه راحت والواد ده راح وكل اللي انت عملته مات خلاص. مرة شجر، اجهزه، اسلحه، لا ما شكلها المكان ده مش يعني مش هنلاقي حاجه مفيده فيه من الاخر لما نعمل ايه، بنعمل مشكله، فنعمل حوار، لازم نأذي حد عشان ايه نطلع بالمفيد في الاخر. هو تقريبا كده يا جماعة المكان مفيهوش غير التلاتة اللي انا دخلت عليهم دول، شكلهم كده مفيش حد تاني. احنا ممكن برضه يا جماعة نستفاد بحاجة كويسة، احنا ممكن دلوقتي، ماشي، لو اضطريت ان انا اقتل حد، لو اضطريت يعني، ماشي، ما انا يا جماعة انا غلبان والله، انا يعني مش عايز اقتل حد والله، بس لو اتعديت على حد ممكن يعني اخلص على كل اللي في المكان ده في الوقت ده او في المرحله دي. ممكن بقى اليوم اللي بعديه، لا في واحده تانية اهي، في واحد مفيش، واحد واحد كده يا جماعه باربعه. المهم ممكن يا جماعه نشوف مثلا الناس اللي موجودين دلوقتي خلاص عليهم كلهم، ممكن بقى الزياره اللي جايه، ماشي،
زيارة ايه؟ يعني اشيل كل اللي في المكان ده، ممكن اخلص كل حاجة دلوقتي، والمرة الجاية بقى ايه اجي اشيل كل اللي في المكان ده. بس انا طبعا مرتبط بحاجة مهمة جدا، انا الشنطة اللي معايا مش هتكفي طبعا، يعني 12 اللي هو 3 فاضي برضه، 12 دول مش هيكفوا ان انا الم كل البضاعة اللي موجودة في البيت ده او الفندق ده. يعني انا عايز دخله كده، عايز الواد ده ايه، يعني الواد ده مديني ظهره كده، عايز اعدي الناحيه التانيه ناحيته ورا، يلا ورا انا كده هلف لهم الناحيه التانيه، ايه شوف ايه الفضلات ده يا جماعه، يلا بينا اللي هنا. ايه يا جماعه في يعني كل ما اخش حته الاقي فيه ورق شجر يا هو هلوسه، ايه الهلوسه دي؟ شايفين بقى يا جماعه، دي شايفين كده، دي ايه اللي نفعني في الحوار ده؟ نفعني المنشار اللي قلت لكم عليه ده، زي السور كده مقفول ما يفش، ما ينفعش اعدي منه غير بالطريقه دي. بس ثواني يا جماعه، انا كده ايه معايا جاروف عايز اتسحب من ورا اجيبه من قفاه. اوبا اوبا، ما تموت يا ما تموت يلا. ايوه كده والله متأسف يا جماعة، اضطريت اني اقتل حد غصب عني والله. معاك ايه؟ معاك مسدس 12 رصاصة. ماشي 12 رصاصة هينفعوني، حلوين ما طلعتش منك بحاجة بصراحة. شوف يا جماعة يعني هنا ايه الطفاشة نفعتنا اهي، ادي باب مقفول وممكن تلاقي حاجة كويسة جوه، دولاب تاني ماشي، طفاشة لا مش كل شوية بقى كفاية كده. الواد اتصاب كده، ايه مش عارف اعمل حاجة برضو. لا خلاص كده خلاص، يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا يلا يلا, يلا, يلا. شايفين يا جماعة الراجل بيجري تحت على الشمال ده البرتقالي ده كده، ده هو كده يعني دوست كده خلاص، الواد هيهرب لوحده، هيعرف يعني المكان اللي هرب منه منين، بس هو كده وهرب ممكن يعرف الناس اللي موجودة، فانا هعرف في حتة تانية ممكن اهرب منها. يلا من الناحية التانية بقى، من الناحية التانية بسرعة عشان الواد خلاص بيتعب مننا. يعني بعد كل البهدلة دي في الآخر برضه طلعت بإيه؟ يعني ب 12 رصاصة؟ نو ماتش تايم ليفت. ماشي يا سيدي يلا السلام، يلا يلا يلا. وكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وأحب إيه إن أنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش برضه زي في الآخر اعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يجيلكوا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.